فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو يستلم عدد من أوراق اعتماد سفراء الدول الصديقة لتشاد. ورئيس الوزراء يستقبل السفير الهندي الجديد لدى البلاد وتبحث معه حول التعاون في مجال البترول والمعادن والزراعة. وزير المناجم والتنمية الصناعية يوقع على اتفاقية تعاون في المجال زراعة القطن مع شركة أولام الدولية. الأحبة الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء التشادية من الجمينة، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية. شهد صباح اليوم قصر الجمهورية مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء الدول الصديقة لتشاد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. تقرير رشاد حسن طه. القصر الرئاسي كان مسرحا لحفل تقديم السفراء أوراق اعتمادهم لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث جاء السيد ويرنر سافتر سفير دولة النمسا بالبلاد ليقدم أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده مع الإقامة بأبوجا العاصمة النيجيرية. مناسبة تقديم أوراق اعتماده كانت بحضور وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية ومعاوني فخامته في الأمانة العامة والمكتب المدني. المناسبة سمحت للسفير النمساوي التباحث مع رئيس الجمهورية عن عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك، خاصة التجارة والاقتصاد. جئت إلى أنجمينا لأقدم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية من أجل فتح دبلوماسيتنا، وتحدثنا خلال المقابلة عن علاقات التعاون والمواضيع التجارية والاقتصادية ومجالات أخرى ذات أهمية لتشاد. ويرنر سافتر سفير دولة النمسا بالبلاد كان قد شغل منصب المفتش النائب في الخارجية ببلاده ودبلوماسي لها بصربيا ولاهاي. بعد ذلك جاء الدبلوماسي وتانا كونغ وونغ سفير دولة تايلاندا بتشاد ليقدم أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وما أن قدم أوراق اعتماده تباحث الدبلوماسي التايلاندي مع فخامة رئيس الجمهورية عن العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون بين بانكوك وأنجمينا، خاصة تدريب الأطباء وتسهيل علاج المرضى التشاديين بدولته. وناقشت مع رئيس الجمهورية عن العلاقات التعاون في مجال الطب وعلاج المرضى وتدريب الأطباء التشاديين، بالإضافة إلى مشاريع التنمية. الدبلوماسي التوغولي صاحب الخبرة الدبلوماسية ليني ديمبا سفير لبلاده بنيجيريا والنيجر وبنين، وبعد أن سلمت له مهمة الهيئة الدبلوماسية لبلاده بتشاد، جاء هو الآخر على رأس وفد كبير ليقدم لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أوراق اعتماده كسفير لبلاده بتشاد مع الإقامة الدائمة بأبوجا. الدبلوماسي التوغولي قال: إنني سعيد اليوم للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي قدم الكثير لإفريقيا وتنمية تشاد، كما طرحنا حسن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدليل لنا أكبر جالية تعيش بتشاد ويزاولون نشاطهم بكل حرية على حد تعبيره. محمود الغزالة سفير دولة الأردن بتشاد الذي جاء وقدم هو الآخر أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده مع الإقامة بالخرطوم العاصمة السودانية. وأثناء تقديم أوراق اعتماده تباحث السفير الأردني مع فخامة رئيس الجمهورية حول العلاقات بين البلدين والسياحة العلاجية والرقي بالعلاقات إلى آفاق أرحب. تحدث في جميع المجالات التي إن شاء الله ترفع من سوية العلاقات بين البلدين. تطرقنا إلى الأمور في مجال السياحة العلاجية والأمور في مجال الاستثمار والأمور الأمنية
والتدريب المشترك في بين البلدين في جميع المجالات. تقديم أوراق اعتماد السفراء لفخامة رئيس الجمهورية كسفراء لدولهم بتشاد بهذه الصورة لهو دليل قاطع بأن البلاد تسير على خطى ثابتة وتنعم بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. نبقى برئاسة الجمهورية، حيث قدم السفراء كل من إيطاليا والسويد وبوروندي وهولندا أوراق اعتمادهم كسفراء لبلدانهم في جمهورية تشاد. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. تتواصل بالقصر مناسبة تقديم أوراق الائتمان للسفراء، وهذا يدل بأن سياسة تشاد خارجيا متميزة، لذا أصبحت من الدول الأفريقية التي تنعم بالأمن والاستقرار، مما دفع دول العالم إرسال سفرائها إلى بلادنا تشاد، وذلك نسبة لموقعها الجغرافي المهم ودورها في محاربة الإرهاب والتطرف وصناعة السلام في بعض الدول. في ذات الشأن الدبلوماسي، جاء السفراء ليقدموا أوراق اعتمادهم لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو. بارت المناسبة بسفير دولة السويد سعادة بيرلينغارد الذي قدم أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو كسفيرا مفوض ومطلع الصلاحية لبلاده في تشاد، يقيم بمدينة كامبالا العاصمة الأوغندية، وسفير لبلاده بجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا، وعمل سابقا سفير لدولة السويد في نيجيريا، توغو وغامبيا. المناسبة كانت بحضور وزير الشؤون الخارجية، التعاون الدولي والتكامل الأفريقي، ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. سفير دولة السويد انتهز الفرصة ليتباحث مع رئيس الجمهورية في عدد من القضايا التي تربط بين البلدين. ثانيا، السفير الإيطالي ماركو روميتي قدم أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو سفيرا لإيطاليا بتشاد، وهذا أول منصب له خارج بلاده مع الإقامة الدائمة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. عمل سابقا في سفارة إيطاليا بجمهورية الكاميرون والمملكة المغربية. بعد تقديم أوراق الاعتماد، تطرق مع رئيس الجمهورية في بعض من المواضيع المشتركة بين إيطاليا وتشاد وسبل تعزيز الشراكة الحالية، لا سيما التجارية والطبية والتعليمية والصناعية. السفير قال العلاقات بين تشاد وبلاده متميزة وقوية. ثالثا، السفير البروندي ديدوني بروشيمينا يقدم أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو كسفيرا جديدا مفوض ومطلق الصلاحية لجمهورية بروندي في تشاد، يقيم بأديس أبابا، وسفير لبلاده بإثيوبيا، كان سابقا سفير لبلاده بفرنسا، ومبعوث دبلوماسي بجمهورية جنوب أفريقيا. وعلى هامش اللقاء، تباحث مع رئيس الجمهورية التعاون والتبادل بين تشاد وبوروندي في مجمل القضايا، مؤتمنيا السفير بأن تدوم هذه العلاقات المتميزة بين الشعب التشادي والبوروندي. رابعا وأخيرا، جاء دور سفيرة هولندا السيدة بوفيت كارين لتقدم أوراق اعتمادها لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو كسفيرة مفوضة فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلادها هولندا في تشاد، مع الإقامة الدائمة بالخرطوم عاصمة جمهورية السودان. السفيرة بوفيت كارين سابقا كانت سفيرة لبلادها في أفغانستان والسودان، وحاليا سفيرة لهولندا في تشاد والسودان. عقب تقديم أوراق الاعتماد، تباحثت مع رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو في الكثير من المواضيع المهمة التي تأتي بالمصلحة للدولتين والشعبين، لا سيما تزيد التعاون بين هولندا وتشاد في مختلف المجالات، مؤكدة بأنها ستقوم بواجبها الدبلوماسي لتعزز وتقوي العلاقات القائمة بين الدولتين. استقبل صباح اليوم برئاسة الوزراء رئيس الحكومة بايمي باتاكا البير سعادة السفير الهندي لدى البلاد، حيث تباحث الدبلوماسي الهندي مع رئيس الوزراء أوجه التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات البترول والمعادن والزراعة. حسن درمود. السفير الهندي الجديد لدى البلاد المقيم في أبوجا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية سعادة نانغا بوجنا ريدي جاء إلى البلاد، قدم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية يوم أمس الخميس 19 من فبراير 2018. هذا وقد قام بزيارة ودية لرئيس الوزراء باهيمي باتاكي البير. السفير الهندي شكر رئيس الوزراء لحسن مقابلته، وقدم شكره لرئيس الوزراء لمشاركته في المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة في الهند في شهر مارس الماضي. وتباحث خلال هذا اللقاء السفير الهندي مع رئيس الوزراء في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. والسفير الهندي وضح في لقائه مع رئيس الوزراء تباحث حول استخراج البترول
والغاز والذهب والمعادن الأخرى. وأكد السفير الهندي أن بلاده لها خبراء كثيرة في هذا المجال، وأن بلاده ستقوم بالتعاون العسكري في التدريب في مجالات الأمنية ومحاربة الإرهاب والحفاظ على السلام، وكذلك فتح سفارة في نجمينا. رئيس الوزراء فاهمي فتاكي البير شكر السفير الهندي على استقباله أثناء زيارته للهند، كما هنى السفير الجديد على تقديم أوراق اعتماده، وقال وجوده في تشاد سيعزز علاقات التعاون بين البلدين. رئيس الوزراء أكد استعداد تشاد لمرافقة الخبراء الهنود في مجال البحث والتنقيب على المعادن. للذكر أن السفير الهندي يمثل بلاده في تشاد ونيجيريا وبنين والكاميرون. بهدف مكافحة التدخين وما يسببه من أضرار صحية في وسط المجتمع، جاء هذا اليوم الإخباري لصالح نواب الجمعية الوطنية. كان ذلك بحضور وزيرة المرأة ممثلة لوزير الصحة والنائب الثالث رئيس الجمعية الوطنية. تقرير منى حسن سقيا. يعد التدخين إلى الأصابة بالعديد من الأمراض والأزمات الصحية كالسكتة القلبية وجلطة وسرطان الرئة بشكل خاص. بهذا الشأن قامت وزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني لمكافحة الكحول بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بتنظيم يوم إخباري حول مكافحة التبغ في تشاد للنواب البرلمانيين، حول تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التدخين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تشاد. في هذه المناسبة قدمت عدة كلمات، أولاها كلمة ممثل منظمة الصحة العالمية جان بوسكو، الذي أكد في حديثه بأن هذا اليوم الوطني الإخباري لتبادل المعلومات عن مكافحة التدخين ذوي أهمية قصوى لتحسين صحة التشاديين، مفيدا بأن كثير من المواطنين يموتون بسبب سرطان الرئة. في كلمتها وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الوطني أمينة كوجينا ممثلة لوزير الصحة العامة قالت بأن الحكومة التشادية وشركائها وضعت العديد من الاستراتيجيات للحد من انتشار التبغ، وذلك بالتصديق على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين في عام 2006 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والبرنامج الوطني لمكافحة التبغ والكحول والمقدرات في عام 2014. وفي الكلمة الختامية التي قدمها النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية توفيليا مومبي ماجيتالوم، أشار فيها إلى أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع المنظمات الدولية لأجل محاربة هذه الظاهرة منذ عام 2010، وكذلك منع التدخين في الأماكن العامة وخاصة الإدارات العامة، ووضعت إجراءات قانونية وفقا للمبادئ. هذا وفي النهاية الجلسة خرج النواب البرلمانيين بالنتائج والتوصيات، منها اعتماد قانون لمنع التجارة الغير شرعية قبل نهاية عام 2018 وزيادة الضرائب من أجل محاربة التدخين. وقع وزير المناجم والتنمية الصناعية يوسف بصلاح على مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة الدولية أولام التي تعمل في مجال الزراعي. تقرير الحسين النور يوسف. قد واجهت الشركة التشادية للقطن في الآونة الأخيرة تدهورا في الجانب الإنتاجي، مما أدى ذلك إلى انخفاض عائداتها، وبما أن الشركة تشرف عليها بشكل كلي الحكومة التشادية، قامت الحكومة ببحث عن شريك استراتيجي لإنقاذ الشركة الوطنية للقطن مما هي عليه. وبعد الدراسات والمشاورات وقعت الحكومة التشادية عبر وزارة المناجم التنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص مع الشركة العالمية أولام التي تعمل في الجانب الزراعي على بروتوكول ينص بتنازل الحكومة عن نسبة 60% من أسهم الشركة إلى الشركة العالمية أولام و5% للمنتجين لمدة 5 سنوات، ومقابل ذلك تدعم الشركة العالمية أولام الشركة الوطنية للقطن ماديا وفنيا حتى يرتفع إنتاجها إلى 3000 طن من هنا حتى 2023 حسب ما نصت عليه الاتفاقية. وقع من الجانب التشادي وزير المناجم التنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص يوسف أبو صلاح، ومن جانب شركة أولام العالمية ممثلها لدى البلاد جاكي ريفيت،
اتفاقية واعدة للاقتصاد التشادي بدون أدنى شك إذا نفذت أنها سترفع من مكانة الشركة الوطنية للقطن عالميا عبر سياسة الانفتاح. وحول أهمية هذه الاتفاقية فقد عبر الوزير يوسف أبو صلاح بالحديث التالي. من 2012 لهسه قريب 173 مليار حكومة دسا في قطن تشاد، النتيجة ما كبير. تعرفوا في سنة دا قطن تشاد كمل كمبانيانا ب 25 ألف طن بس. تعرفوا دول الأول قاعدين ورا عنينا كله، حصل ماشيين ب 400 طن 500 ميل قاعدين. شفنا كي بريفورم و انستريشن انا بريزيدان غوفرنمان شال القرار سوا ديسكسيون مع جروب الانترناشونال مع جو كوتون بعد ما جو كوتون وبطان هولاند ديسكسيون سوينا كي وجينا في النتيجة. شفنا إلا نانتو كابيتال نوس انا كوتون تشاد نجيبو ناس عندهم هبرة ناس اللي بعرفوا هيدي مدى وقايدين يخدموا قريب من 70 دولة في العالم في شركة القطن. ناس دول دا يشيلوا مسؤولية عن قطن تشاد عشان مثلا عن قطن كولتير ومثلا عن حكومة ذاتها عشان من دا قدام حكومة من تريزور قرص عن شاب ما يندس في قطن تشاد على الشركة هو ذاتها يفتش القرص يجوبها يسي وحكومة يشيلها درائب عنه عن إمبو وقاد 35% دا حكومة كل جاي وبعد 5% أنا شركة دا رئيسان دا الريبوبليك عنده شال قرار قال ننتو غراتيتما للناس القطن كولتير ناس البسوق قطن دا. قام قائد القوات المشتركة لمكافحة الإرهاب والقائد العام للقوات المسلحة التشادية بزيارة ميدانية إلى قرية إريجي النيجيرية، وذلك للوقوف على حصيلة الأحداث التي حدثت بين الجماعات الإرهابية والقوات المشتركة لمكافحة الإرهاب. تقرير آدم حسن المكاوي. خط النار في قرية إريجي النيجيرية التي شهدت في الأونة الأخيرة معركة بين القوات المشتركة والجماعات المتطرفة البوكو حرام، هو المستهدف في هذه الزيارة التي قام بها قائد القوات المشتركة لمكافحة الإرهاب نوكي إيربور برفقة القائد العام للقوات المسلحة التشادية إبراهيم سعيد محمد إلى ميدان القتال. وتأتي هذه الزيارة عقب دحر القوات المشتركة للإرهابيين وللوقوف على حجم الخسائر التي كبدتها القوات المشتركة للجماعات الإرهابية التي تلقت درسا قاسيا في هذه المعركة. أشاد القائدان ببسالة الجنود وشجاعتهم، طالبين منهم الحذر واليقظة من كيد الإرهابيين. وقبيل مغادرتهم عقد القائدان عدة اجتماعات مع المسؤولين العسكريين هناك لوضع استراتيجية لحماية الحدود بسد منيع. سياسيا وفي إقليم وداي، يواصل الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي عباس عبد الكريم بدر جولته التوعوية حول نتائج وتوصيات الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسة الدولة. تقرير روضة صالح رحمة. بهدف توعية المناضلين والمناضلات بتطبيق توصيات مخرجات الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة والذي عقد في 19 إلى 27 من مارس الماضي، حيث قام الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ لإقليم وداي عباس عبد الكريم بدر وبرفقة بعض المسؤولين في الحركة بجولة توعوية لبعض المناطق والقرى لإقليم وداي منها أبدي، مرفا، شوكويون، بييري، أبكر، بروتا وحجر حديد. حيث خاطب الأمين العام الإقليمي سكان هذه المناطق بنتائج والتوصيات الملتقى الوطني الشامل، مؤكدا بأن هذه المخرجات تدخل
ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يسعى إليها جاهدا لبناء تشاد لغد مزدهر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أخوان. السو بريفيد ومصر الجمهورية تحترموا علينا سياساتنا. سيادة رئيس الجمهورية جينا نتكلم MPS ده ما بخاف حزب حاكم كلام ده خليه يكون واضح. كان ما عندنا اهتمام رئيس ما عنده اهتمام ما بيرسل عشان نجي نكلمكم. علينا في الجمهورية الرابعة ننسى كل الفات. نبض جديد، تنمية جديدة، ريح جديد، انتخابات برلمانية جديدة. ومما تدل إليها الإشارة أن على المسؤولين في الحركة القيام بحملات توعوية واسعة بغرض تفهيم المواطنين بمستحدثات ومخرجات الملتقى الوطني. استفادت بعض التجمعات المهنية الريفية بإقليم البطحة من مساعدات قدمتها مؤسسة القلب الكبير تتمثل في ماكينات وطواحين وغلال. تقرير محمد طاهر جبريل. مساهمة خيرية من مؤسسة القلب الكبير لصالح التجمعات المهنية بإقليم البطحة هي عبارة عن آلات طحن وأخرى إنتاجية تتكون من طواحين غلال، آلات تقشير الغلال، آلات طحن المنتجات الزراعية، طواحين فول، آلات عجين، آلات سقي وأنواع أخرى من المعدات الإنتاجية. هذا الدعم العيني لصالح التجمعات البطحاوية أثلج صدر ممثلة مؤسسة القلب الكبير بالبطحة سعاد إبراهيم. والخمامة جابت أدت قد استفقت وربطت سوا وقعدت سوا تقدر تخدموا بها وتمشوا وشيء آخر كنا جاي لكم كثير من ده. رئيس وفد مؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي ثمن جهود المنتجين في سبيل تحقيق الأمن الغذائي بالإقليم واعدا بأن تقدم إليهم مؤسسة القلب الكبير المزيد من الدعم. والشيء ده سوينا كل كم متقسم بالدروبة. أي إنسان مثل ما هسه قالت أنا كل نادي يلقى حقه والتقسيم ده زادك هسه عهين سوينا ده وده موجود هنا. ونشير إلى أن التجمعات المستفيدة تابعة لثلاث مقاطعات التي يتكون منها إقليم البطحاء. إلى إقليم وادي فيرة التي تتواصل بها نشاطات القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير لصالح مرضى العيون بإقليم وادي فيرة. تقرير محمد حسن آدم. تتواصل أعمال القافلة الطبية والإغاثية لمؤسسة القلب الكبير بمدينة بلتن حاضرة إقليم وادي فيرة، حيث أجريت عمليات جراحية عديدة لمرضى العيون إلى جانب الجراحة العامة، فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية المختلفة. هذه القافلة جاءت بتسهيل من مؤسسة القلب الكبير برعاية سيدة البلاد الأولى وبالاشتراك مع إخواننا في جمهورية مصر العربية من جامع الأزهر الشريف. عدد الحالات التي تم الكشف عليها في كل الأقسام تجاوز 10,000 مريض ومريضة. عدد العمليات الجراحية تجاوز 150 عملية جراحية، والعمل الآن يسير على قدم وساق. والله مرضانين كان تعبانين كان لقوا علاج كويس بداننا متشكرين. الكربان أنا وادي فيرة عنده شكل خاص من كربان الآخرين. هذا ونشير إلى أنه قد تم تسجيل حالة طارئة تتطلب العلاج بخارج البلاد، وهي حالة الفتاة مريم جبريل التي ولدت بتشوهات خلقية في الركبة، حيث طلب والدها من الأصحاب ذوي النوايا الحسنة لا سيما سيدة البلاد الأولى بتحمل تكاليف العلاج. اللي طالب علاج البنية في هذه تلف البلدة تجي وتتجوز في بطمة وتخدم. نطلب من الله ونطلب من الرئيس المرة الأولى هند جديدة اتنم مطلب كثير، لكن تظهر صحة يجدد هم جديدة مطلب من الله مطلب منها كيف تسوي لها حلل. وبجانب الخدمات العلاجية يتم تقديم وجبات غذائية للمرضى الذين قدموا من القرى والأرياف والمدن الكبرى بالإقليم. هذا وقد عبر بعض المرضى الذين تلقوا العلاج عن شعورهم تجاه القافلة الطبية. نشكر القرب الكبير، نشكر الناس الضيوف الجو مهم كثير إن شاء الله ما بيجينا بعض منهم الأدوية. نشكر لنا هند ديبي وجاوة لها الدكاتير
كلهم شكرناهم كثير وجاب لنا العلاج ساكت بلاش ولا تم ولا سيس ما شعرنا وفالحمد لله يا صاحبي اليوم جو ولقينا دواء ونشكرهم في مده اخره ثانيه كلها يكون يجي لنا ويداونا ونحن تعبانين نشكر السيده الاولى هند ديدي الكان اسست المنظمات ويجي في كل الحول العالم تجيب لنا في اي شيء لكن في المرات في المساعدين تاكيد لكم في المرضانين كلهم ما قصروا لنا ما شاء الله والله جاوا لنا الدواء واي حاجه كنا مشكورين والله يزيدكم شكرناها هند ديدي ورعيتنا شكرنا بارك الشكر فيك جاب لنا الدواء اي شغل سوينا شغل ما جاب لنا شتنا فرحان بزياده مره واحده ايانا نجمع اي شغل شكرناه هو والله يزيد طول عمرها. نظمت هيئة الإغاثة الإسلامية مكتب تشاد مناسبة لعرض حصيلة المشاريع التي نفذتها الهيئة بجمهورية تشاد. تقرير محمود موسى الفيحي. جاءت هذه المناسبة التي نظمتها هيئة الإغاثة الإسلامية مكتب تشاد وذلك بهدف عرض المشاريع الاجتماعية التي نفذتها مؤسسة الياسمين بدعم من رابطة العالم الإسلامي عبر هيئة الإغاثة الإسلامية مكتب تشاد. وتتمثل المشاريع في حفر 15 من الآبار الارتوازية والسطحية في عدد من قرى ومدن أقاليم البلاد. وهذا المشروع في إطار التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من الاهتمام العالمي بنشر هذه الثقافة. ونحن نحتفل اليوم بإتمام إنجاز 15 بئر ارتوازي وسطحي تم توزيعها على عدد من المواقع في أماكن مختلفة كلها في حاجة ماسة إلى الماء ولله الحمد. هذا كما شهدت المناسبة عدة مداخلات جلها تتمحور حول المشاريع التي نفذتها هيئة الإغاثة الإسلامية بهدف مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين كحفر الآبار وكفالة الأيتام إلى جانب تقديم خدمات أخرى للفئات الضعيفة التي تهدف إلى إيوائها وإدخال الفرح والسرور في نفوسها. الأمين العام لوزارة البيئة والمياه والصيد محمد أليف موسى خلال حديثه أكد بأن هيئة الإغاثة الإسلامية تعد من المؤسسات الخيرية التي ساعدت عددا كبيرا من الشرائح الضعيفة واختتم حديثه بالشكر الجزيل إلى إدارة الهيئة وشركائها كما تمنى لها عملا موفقا في تنفيذ المشاريع الإنمائية التي تعود نفعا لصالح المواطنين. أقامت المنسقية الإقليمية لحملة إقرأ بإقليم البطحاء تظاهرة ثقافية وأدبية بثانوية أصيل أحمد أغبش بمدينة آتيا وسط حضور من المهتمين بشأن القراءة والثقافة. تقرير محمد طاهر جبن الحور. القراءة في حياتنا أهميتها وفوائدها على الفرد والمجتمع ونصائح للعودة إلى قراءة الكتب، تلك محاور تم التطرق إليها في هذه التظاهرة الثقافية التي أقامتها المنسقية الإقليمية لحملة إقرأ بالبطحة بمساعدة بعثة حملة إقرأ للموسم الرابع قدمت من العاصمة إنجمينة. المناسبة التي جرت بثانوية أصيل أحمد أغبش شهدت حضورا كبيرا من تلاميذ المدارس من القسمين العربي والفرنسي واستهلت بكلمة مدير ثانوية أصيل أحمد أغبش ناجو مالاي الذي رحب ببعثة إقرأ والتي وصفها بغير المسبوقة. أما المنسق الإقليمي لحملة إقرأ بمدينة آتيا حسن عيسى نورهم تناول في خطابه أهداف وتاريخ منشأ الحملة وإنجازاتها. المحاضران وهما علي أحمد الذي تحدث بالعربية وفل جينغامري المتحدث بالفرنسية تحدث بإسهاب حول أهداف فوائد وأهمية القراءة الورقية. وأوضح المتحدث علي أحمد أن حملة إقرأ تسعى لربط المجتمع التشادي كله بالقراءة لما لها من أهمية كبرى وعظيمة في حياة الفرد والمجتمع ككل. ونشير إلى أن المنسقية الإقليمية لحملة إقرأ في آتيا بالتعاون مع بعثة الحملة للموسم الرابع وضعت برنامج مليئا بالنشاط حتى نهاية الحملة. خلال زيارته للجمهورية التونسية وقع رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية بكر جرمة الاتفاقية التعاون مع إحدى الشركات التونسية والتي تقوم على دعم الفيدرالية التشادية بالعديد من المعدات. تقرير عباس بكر مصطفى. المكتب الجديد للجنة الأولمبية الرياضية التشادية بقيادة متر أبكر جرمة يعظم بتطوير الرياضة التشادية وذلك عبر إبرام الاتفاقيات مع الناشطين في مجال الرياضة، حيث وقع أبكر جرمة أثناء إقامته بدولة تونس على اتفاقية مع شركة إسبورتاك التونسية
التي تنص على أن الشركة تقوم بتقديم الدعم المتمثل في المستلزمات الرياضية لعدد من الفيدراليات والأندية التشادية لأجل إبراز الصورة الرياضية التشادية في إفريقيا السوداء، على حد قول مدير شركة إسبورتاك التونسية شحيب أحمد، مطمئنا عن جاهزيتهم لتقديم يد العون. رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أبكر جرما أوضح بأن هذه الاتفاقية تساعد بشكل فعال في تطوير الرياضة، وأكد عن مدى جاهزية اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية للنهوض بالرياضة التشادية. عقب ذلك قدم مدير شركة إسبورتاك التونسية عدد من الأزياء للجنة الأولمبية الرياضية التشادية تمهيدا لتقديم الدعم. نهاية النشرة، نشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.